مرة تانية بنعود إلى لقاء المهندس محمود زايد مرشح حزب الوفد عن دائرة الإبراهيمية، ونستكمل معه الحديث عن أوضاع الفلاح في دائرة الإبراهيمية. يعني عايز اسمع من حضرتك مباشرة شكل المشاكل بيعاني منها الفلاح، وضعها عامل ازاي؟ يعني ممكن نسمع برضو حد من رفقة حضرتك ونسمع تعليقك مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلاح في مركز الإبراهيمية أو في الدلتا تعبان وبعاني معاناة كاملة في موضوع الفلاحة اللي هو بيفلح فيها دي. على مستوى الدواء البيطري أو الدواء اللي هو دواء المبيد ديت جزايز، وديت عبوة مش عليها أي سعر. فإحنا بنقترح هنا إن كان كل جمعية زراعية أو كل وحدة بيطرية ينعمل فيها زي صيدلية تشرف عليها الحكومة، على حساب ان احنا بناخد سلعة او بناخد شيء سليم مضمون. بنجبر الشركات الخاصة اللي بتغش ما عادش تغش على ان الشيء دي موجود، فهنفضل نجيب الافضل من مكان مضمون. احنا النهاردة بنعمل رقابة حضرتك على 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 المنتجات دي في السوق، لكن احنا بيبقى حدنا منتج في مكان هيبقى مراقب وهيبقى ضمننا ان هو نزل بالسعر سعره المظبوط للفلاح ولا مربي الدواجن ولا مربي المواشي، وحسينا بالمكان ده. احنا حددنا اماكن واسعه خالص، يعني احنا عملنا صيدليه عباره عن 4 متر او 5 متر في كل مكان من دولي، وحطينا فيها الحياه ديت والدوله تشرف عليها. هنجبر الشركات الخاصه ديت ان هي تشتغل مظبوط. يعني نسمع برضو من المهندس محمود زايد عن رايه في مشكله الفلاح في دائره الابراهيميه. هو مشكله الفلاح في دائرتنا اللي هي الابراهيميه هي مشكلة قومية، ودي مشكلة على مستوى الجمهورية. طبعا موضوع الفلاح ما حدش اهتم بيه بقاله 50 سنة، ولابد الاهتمام بيه، لأن بدأ الفلاح يهجر الأرض الزراعية ويعملها عقارات ويبيع ويجيب له وسائل تانية يتعايش منها. احنا لو مشينا على النظام ده والسيستم ده هو بعد سنتين مش هتلاقي فلاح يزرع ارض. طبعا احنا عندنا العلاج ليه، انا عندي علاجه لانني فلاح وبزرع ارضي تماما ومش شايف فيه محصلتها، ما فيش مكاسب، مع العلم ان يبقى فيه ارباح لو احنا مشينا بطرق. انا عندي البرنامج بتاعه، عندي البرنامج لان انا محروق منه، محدش مهتم بالدولة، وفي نفس الوقت مش مطلوب تمويل لاصلاح الزراعة. يعني دي حاجة سهلة، تنظيم وقوانين لإدارة العمليات الزراعية. واحد، عملية البذور المنتقاة دي المفروض البذور دي منتشرة في الشارع مضروبة، الرقابة صفر. طيب ماشي، أنا مش عايز بقى الشركات المحلية خلاص انتهت، الثقة انتهت فيها. يا إما نستورد بذور، دي واحد، نستورد المواد الكيماوية الخاصة بيها، لان كل الشركات الموجوده دي لو انت عملت اختبار على اي حاجه، سيبك من الناس اللي بتختبر اللي بتعاون معاهم، لو جبت ناس من بره تختبر هتلاقي كل منتجاتنا مفيش، بتطلع بره منتجاتنا بتترفض لان كل المواد الكيميائيه بتاعتنا مضروبه. انا اجيب من بره يا اخي؟ ما اجيب، طالما احنا مش عارفين ننفذ حاجه للفلاح اجيب له من بره. يبقى ده البذور، الفلاح لغايه دلوقتي بيزرع بالفاس من ايام زمان، ما اجيب الميكنه. كل دول العالم اشتغلت بالميكنة ما عدا مصر، وعدم تشغيل الميكنة الأيدي العاملة مفيش، غالية جدا جدا جدا. القطن مش عارفين نجيب له أي أساس. القطن احنا كنا بنزرع 1.5 مليون فدان، دلوقتي بنزرع 200,000، رقم واحد في العالم، كنا رقم واحد في العالم. وبعدين الفلاح ده مش إهمال فلاح، إهمال إدارة العملية الزراعية، الفساد المستشري. عملية التسويق، احنا ما بنعرفش نسوق. بيجي الفلاح يطلع الفول يروح يستورد له مركبين، خلاص يبقى الفول ده بقى ببلاش. الدواجن، يجي راجل يربي دواجن يروح مستورد له مركبين دواجن باظت. مين يحمي الفلاح؟ احنا نحميه كمجلس الشعب. خلاص ايام زمان وايام الفوضى والفساد ده انتهى. احنا نقف مع رجالتنا ومع فلاحنا ونعرف ندير الموضوع ده كويس جدا. طيب والشباب بقى، كتير من الشباب النهارده يعني بيعاني من مشكله البطاله، الشباب اللي قام بثورتين في مصر يعني عشان تغيير الاوضاع وتحسين اوضاع المجتمع، النهارده بعد ثورتين
النهاردة الشباب تقريبا غايب عن المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى، آلامه وأوجاعه تقريبا مستمرة، عدد البطالة تقريبا في تزايد، يعني شايف إزاي التعامل مع قضية الشباب؟ أولا أنا بشكرك على السؤال ده، لأن السؤال ده الرئيس نفسه مهتم بيه وإحنا كلنا مهتم بيه، بس التنفيذ مفيش. أنا عندي للشباب برامج نبدأ بيها خطوة خطوة. واحد، الشباب عايز يشتغل، الشغل في الحكومة دلوقتي منعدم لأن كل المصالح فيها عمالة زايدة. الله، طب تسد الطريق؟ لا ما تسدش. أنا أفتح مجال للشباب يشتغل في الشركات الاستثمارية. الشركات الاستثمارية عايزة شباب واعي وكويس، ممكن مرتبه يرتفع إلى 5-6 آلاف جنيه، وفي شباب منهم بياخد المرتبات دي. أنا نوجهه زي شباب أوروبا، ما كله بيشتغل في الشركات، ما فيش حد بيشتغل في الحكومة هناك إلا نسب بسيطة خالص. أنا أوجهه للمشروعات الاستثمارية يشتغل في الشركات، لما بيشتغل ويبقى شاب كويس كده صاحب المصنع أو صاحب الشركة بيحتضنه والناس تتهافت عليه. إحنا نبصره للموضوع ده. نمرة اتنين، موضوع المشروعات الصغيرة. موضوع المشروعات الصغيرة احنا بقالنا 20 سنة نقول المشروعات الصغيرة، لا، انا افتح له مكتب لدراسة جدوى، نوجه الشباب لميوله الاستثماري ونقف معاه نجيب له فلوس من البنوك، نجيب له من الصندوق الاجتماعي، ننشطه. واول حاجة، اول حاجة بتبدأ بخطوة، وان شاء الله بإذن الشباب بتاعنا بيقوم بدوره الحرفي. سيبك انه عايز يبقى وكيل نيابه وعايز يبقى مش عارف ايه، ده هم كلهم 300 واحد كل سنه، انت واخد بالك. انا بنشطه بحيث يشتغل في القطاع الخاص سنه في 2-3، هنقلد بعض، هتبقى كل اولادنا وشبابنا بيشتغل في القطاع الخاص. دي واحد، ثانيه واحده، دي واحد. نمره اتنين، الشباب مش عارف يخش العمل السياسي الا نسب بسيطه. انا باذن الله ادخله في المحليات ما يقرب من 50% من المحليات، واساعده واخد بايده بحيث يطلع نسبه من المحليات 50% شباب و50% كبار، ونطعم بعض، يبدا الشباب يتمرس ويحس بقيمته في المجتمع. ما هو الشباب زعلان، زعلان ليه؟ مش حاسس بقيمته. انا ادي له قيمته في المحليات، ادي له قيمته في الاستثمار، واقف معاه، واقف جنبا الى جنب. انا كنت زيه، انا سبت الوظيفه واشتغل في مشروعات قطاع خاص من 30 سنه، بقيت دلوقتي راجل اعمال كويس جدا ومن الصفر ارضي. خليني اسال حضرتك يعني عن اليات الرقابه اللي انت شايف انها يجب ان تفعل اذا يعني ما حصلت على الفوز في المنافسه البرلمانيه. شايف اهم القوانين اللي لازم تبقى موجوده على اجنده البرلمان في دور الانعقاد الاول ايه؟ هو بالنسبه للقوانين المطلوبه، واحد، قوانين صارمه جدا جدا للعمل الزراعي، للتخديم على العمليه الزراعيه. انسى ان احنا واحد يجي واسطه ويميل واحد ويعمل وده يبني وده، لابد القوانين تصدر كويس جدا للعمليه الزراعيه. وبعدين عشان تبقى عارف، احنا مش بنتكلم لصالح الفلاح كشخصه، صالح الفلاح هو صالح الاقتصاد القومي، مين اللي باكلنا غيره؟ وهو مش واخد حقه، انا عايز اجيب له حقه، عايز اطلع له قوانين اللي بيها الراجل يفخر انه بيزرع. احنا كان زمان لما نزرع في الدانين قطن نجوز العيال ونجوز ده وده، دلوقتي تزرع عزبة قطن تخسر. احنا عايزين انا عايز، خلي بالك دي قضيتي لان انا فلاح والناس اللي ورايا دي كلهم فلاحين، وانت شايف الطاقم اللي قاعد كله فلاح، دي قضيتي. ان مش عملت لهم حاجه بحيث ان خلال الفتره اللي انا موجود فيها في مجلس الشعب بحيث الراجل يحس بدوره ويحس بمكسبه.